التطبيقات والمواقع اللي هتكلم عنها النهارده بيتسحب منها من طريق الباي بال، فهقول لكم ازاي تعملوا اكونت باي بال في اخر الفيديو. محدش بيسالني احمد انت عامل ايه، كله بيسالني احمد انت بتجيب فلوس ازاي، فاشرح لكم النهارده ازاي بجيب فلوس من اونلاين والشغل والحاجات دي. اول تطبيق معانا النهارده تطبيق المشي. التطبيق هتلاقوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تروحوا تحملوه ترجعوا لي تاني. اول ما تحملوه التطبيق بيحسب خطوات مشيكوا، من خطوات مشيكوا دول بيحولها لعمله اسمها سويت وتكسبوا منها فلوس. ازاي بقى نسحب الفلوس منها اصلا؟ لازم نكون مفعلينه بحاجه اسمها محفظه سويت. هسيب لكم برده لينك محفظه سويت في صندوق الوصف. بعد ما تحملوا محفظه هيقول لكم شويه معلومات كده، فافضلوا اعملوا نيكست وبس. فكده بس اتفعلت مع تطبيق المشي. فاول ما تفعلوا محفظه سويت بقى المشي، اي مشي هتمشوه هيتحول للعمله دي. فازاي بقى نسحب فلوس من البرنامج كله؟ هنحتاج برده في السحب تطبيق بايبت. هسيب لكم برده اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. اول حاجه هنعملها هنقوم فاتحين بايبت وهنسجل دخول باي ايميل عندنا، وهيجي لنا كود على الايميل ونحطه، وبعد كده هنروح على لمبه البروفايل هنلاقي حاجه اسمها ايدنتي فيريفيكيشن، يعني اثبات هويه. هنصور البطاقه وش وظهر ونحط البلد بتاعتنا وبس، يعني مش حوار كبير. هو في اثبات هويه مستوى اول ومستوى تاني، احنا مش هنحتاج غير المستوى الاول. بعدين بقى نفتح اسيت، وبعدين نختار ديبوزيت، وبعدين نختار بقى عمله سويت. نكتب سويت اس دبليو اي اي تي عشان كتبتها غلط اصلا. ولما نفتح سويت نتاكد ان هي الشبكه اللي هي نتورك دي نير مش حاجه تانية، شايفين قدامكم اهي. وبعدين بقى نقوم عاملين كوبي ادرس ونقفل البرنامج ونروح على محفظه سويت اللي احنا حملناها. هنختار ترانسفير وبعدين سند، ويطلع قدامنا كذا حاجه نختار سويت ونحط بيست لينك محفظة اللي عملناه كوبي، وهنقوم عاملين سيرش. اعملوا كده احمر بس فككوا، واعملوا المربع ده ابيض، وبعدين اعملوا ماكس بقى تسحبوا كل السويت اللي عندكم، وبعدين اختاروا بريفيو، وبعدين كونفيرم اند ترانسفير. خد كده 11 ثانيه وبعدين هيبعت المحفظه. نرجع بقى لبايبت ونعمل ريفرش كده هنلاقي الفلوس جت. فهنروح على تريد او تداول، وهنقوم مختارين سيل او بيع، تك على بي تي سي يو اس دي تي دي، نخليها من سويت ليو اس دي تي. هنبحث عن كلمه سويت، هنلاقيها قدامنا هي لما يبحث ونختارها بقى. وهنضغط على الليمت دي ونخليها ماركت. وبعد ما نخليها ماركت هنحدد بقى بالطريقه دي كل سويت اللي معانا، وبعدين نختار سيل سويت. هنروح على اسيت هنلاقي ان فلوسنا كلها اتحولت لدولار. وبعد كده هنختار ترانسفير ونخليها من فاندنج اكاونت لسبوت اكاونت، والثانيه هنخليها فاندنج اكاونت، والبي تي سي دي هنخليها يو اس دي تي. وبعد كده نختار ماكس دي ونعمل كونفيرم. وهنطلع من الاسيت ونروح على الهوم، نختار بي تو بي تريدنج دي، هيطلع لنا شويه حاجات نقعد نعمل السهم اللي تحت ده، هنخليها بدل باي سيل. تقدروا تسحبوا من الشخص اللي معاه الطريقه اللي انتوا عايزينها، ويا ريت تختاروا الناس اللي هو جنبهم علامه صح. انا اخترت الكومي معاه فودافون كاش، سحبت منها. اضغطوا على سيل في بروفايل الكومي، وبعدين اختاروا اد بيمنت ميثود، اختاروا بيمنت ميثود فودافون كاش لان هو بيتعامل بفودافون كاش، يعني بديهيات حماده هلال جدا. وهتكتبوا اسمكم وبعدين تختاروا البيمنت ديتيل. وقال لي لازم احمل برنامج كده اسمه جوجل اثنوكيت، مش عارف انطقها، بس رحت حملته. البرنامج اللي هتحملوه ده هيديلكوا كود برضو، ولازم تحطوه في البرنامج، وبعدين تختاروا بقى اول، وبعدين تعملوا سيل. وبس كده احنا بعتنا الفلوس بس لسه ما اتسحبتش. استنى بقى لحد ما الفلوس تتبعت لنا على فودافون كاش، وبعدين نعمل ريليز. ما تعملوش ريليز لو الرساله بتاعت فودافون كاش ما اتبعتتلكوش، يعني كده الفلوس هتروح عليكم. اول ما الفلوس اتبعتت لي قمت رايح فتحت البرنامج وعملت ريليز. هتعملوا المربع ده وبعدين تعملوا كونفيرم، وهيوديكوا على البرنامج اللي فيه الكود برضو اللي هو جوجل اثيكيتور ده، مش عارف انطقها علينا. وهتدخلوا كود وبعدين تعملوا ريليز، ولازم تعملوا ريليز يا جماعه عشان الراجل ده فلوس يتبعت له، ولما اتبعتكوش هيقاضيكوا. فبس يعني وكده تكون الفلوس اتبعتت لكم وبس، مش فيش حاجه تانية. تاني حاجه معانا النهارده برنامج استطلاعات راي، هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. واول ما بتدخلوا على اللينك ده هيديلكم 5 بوينتس. ابلكيشن بيبعت لك كل يوم استطلاعات راي عباره عن اسئله بتجاوب عليها، زي نوع الماركه المفضله بتحبها، بتحب معرفش ايه، شفتوا اعلانات عن ماركه ايه في اخر فتره. بيديلك من 5000 نقطه من استطلاعات الراي 300 جنيه مصري. وبرده هتحتاج توثقوا زي ما احنا وثقنا بايبت في تطبيق المشي. تقدروا تسحبوا الفلوس بتاعته من البنك او اي محفظه او تشحنوا رصيد. البرنامج لسه معايا تحت التجربه، فروحوا حملوه بسرعه. وانا قربت جدا من السحب، فاضل لي 500 بوينت وانا اصلا ما قلتش عليه ولا مره. فاول ما اسحب هدي لكم ابديت على انستجرام، روحوا تابعوني على انستجرام عشان اقول لكم ان انا سحبت وكده، واوريكم بقى ساعتها تفاصيل السحب هناك، لان انا مش هقدر بقى اعمل لكم فيديو تاني، او لو حابين اعمل لكم فيديو تاني هعمل يعني. بس تمام، نيجي لتالت حاجة معانا ريمو تاسكس. ريمو تاسكس ده موقع بيديلكم مهمات معينة بتاخدوا منها فلوس. المهمات دي بتبقى زي ايه؟ زي انكم مثلا بتحددوا الأجسام دي على الخرائط، يعني اللي هو بيجيب لكم مثلا صورة مثلا ليا وأنا في المكان كده، وتحددوا إن ده بني آدم، وتحددوا مثلا الشجر، جسم اسمه إيه ده؟ غريب زي اللي هو كاوتش عربية أو كده. دي مهمة من المهمات. تاني مهمة مثلا تلاقوا إن هو بيبقى فيه تقييم لبرامج أو مواقع، لو بيدخلكم الموقع تعملوا عنه
التقييم. في برضو مهمة تصنيف المنتجات، يعني مثلا عارفين اللي هو واجهة الشراء بتاعت امازون بيكتب لكم مثلا اللي هو ده ايفون مقاسه كذا لونه كذا وكده، انتوا بقى اللي بتعملوا لونه كذا والمقاسه كذا وتكتبوها، هو بيدي لكم معلومات متلخبطه وانتوا ترتبوها في السياق اللي هو عايزه. وانا مش هينفع ان انا اشرح لكم التاسكات دي لانها بكل فتره بيحصل لها ابديت وبيزود فيها حاجات جديده، وانت اصلا بيديلك تدريب اول ما تدخل البرنامج هيقول لك لما انت تيجي تعمل التاسك لازم تطلع بالتدريب ده، والتدريب ده برضو بتاخده عليه فلوس بس مش فلوس كتيره، يعني مثلا 50 سنت حاجه كده يعني. فانت اصلا مش هتاخد التاسكات غير لما تعدي التدريب، فماليش حد يسالني التدريب ده بيتعمل ازاي لان انا زي ما قلت لكم بيتحدث عن اخر مره، وانا اخر مره اشتغلت عليه كان من فتره شويه لان انا كنت مشغول في الامتحانات وكده. عايز اوضح حاجه ان هو مكاسبه مش عاليه قوي، التاسك الواحده ما بتاخدش منكم وقت طويل، يعني مثلا ممكن تاخد منكم نص ثانيه دقيقه بالكتير وهيدي لكم برده فلوس معقوله، فلازم تعملوا تاسكات كتير وتاخدوا فلوس كتير. وبرده في حاجه كل ما تعملوا تاسكات اكتر كل ما مستواكم هيعلى، يعني في مستوى برونز في مستوى جولد في فكل ما مستواكم يعني يعلى في الموضوع هتاخدوا فلوس اكتر، يعني مثلا النهارده ممكن تاخدوا على التاسكايه الواحده 20 سنت، لما مستواكم مثلا يعلى للذهبي تاخدوا دولار على التاسكايه كده يعني. نيجي بقى للسحب، السحب هنا لازم يكون عندكم بيبال، وهقول لكم ازاي تعملوا بيبال في اخر الفيديو زي ما انا قلت، بس السحب تلقائي. بس ممكن المشكله اللي تواجهكم ايه ان بيبال مش تكونوا مفعلينه صح، فانا هقول لكم في الفيديو ده ازاي تعملوا اكونت بيبال وتفعلوه عشان ما يحصلش مشكله. فبس يعني لازم تتاكدوا انكم مفعلين بيبال قبل ما تشتغلوا على البرنامج، واشتغلوا بقى براحتكم عادي وكل سلاسه، والفلوس هتتبعت لكم من 3 ايام ل 6 ايام بالكتير، يعني انا كنت في مره اشتغلت بعت لي ثاني يوم. سهل مش صعب جدا زي ما كل الناس بتتخيل، هو ممكن يبقى صعب في الاول بس تعود. في حاجه برضو ان هو البرنامج كله بالانجليزي، فيعني لازم انكم تشغلوا ترجمه او لو انتوا الانجليزي بتاعكم حلو مش هتواجهوا اي مشكله. هنفتح بيبال من على جوجل عادي جدا، وبعدين نختار تسجيل اشتراك، وبعدها نختار ان احنا عايزين نعمل حساب شخصي بيرسونال اكاونت. هيطلب منكم رقم تليفون وده لازم تحطوه، ويا ريت انكم تحطوا بيانات شخص من اهلكم عنده 18 سنه او لو انتوا عندكم 18 سنه لان بيبال بيتعمل لل 18 سنه، فيعني يا ريت تكملوا كل البيانات بناء على الشخص اللي عنده 18 سنه ده وكده فاهمين. فهيجي لكم كود تاكيد بقى، وبعدين بقى تسجلوا بيانات، تحطوا العنوان والاسم واسم العائله، وبيقولوا ان هو اخر اسم في البطاقه اسم العائله ده، فبحطوه كده وخلاص. وبعدين تعملوا كلمه باسورد، وبعدين بقى تاريخ ميلادكم زي ما قلت لكم لازم يكون شخص عنده 18 سنه، وهتحطوا بقى المدينه بتاعتكم اسم الشارع، تدوروا بقى على اسم الشارع ده في جوجل مابس، شوفوا الشارع اللي انتوا ساكنين فيه ودوروا عليه، وبعدين بقى تكتبوا المدينه والمحافظه والرمز البريدي ده هتلاقوه على جوجل، اكتبوا الرمز البريدي واكتبوا المكان اللي انتوا ساكنين فيه وهتلاقوا اقرب رمز بريدي. وبس كده معانا اكونت بيبال ومش موضوع صعب قوي، وهيجي لنا رساله على الاكونت اللي احنا سجلنا بيه لازم نروح ناكد الحساب بتاع البيبال. هيطلب ان احنا نضيف بطاقه، ممكن نعمل ليس الان ونضيفها بعدين، بس بيبال دلوقتي منزل قوانين جديده ان هو لازم الاكونت يبقى فيه فيزا عشان يقدر يبعت ويستقبل فلوس من الحسابات الثانيه. فهنختار اضف البطاقه اللي هي فوق دي، وهنختار بقى البطاقه اللي معانا وهنربطها ببيبال. لازم نتاكد بقى ان البنك اصلا احنا نربط بيه ده لازم يكون بيتعامل مع بيبال زي بنك اسكندريه وفيزا البريد، وهندخل بقى كل البيانات اللي على الفيزا او على حسب اللي معاك وكريدت كارد ايا يكن يعني. لازم نعمل اللي هي صدق بطاقتك اللي هو الفيرفاي ذا كارد عشان الاكونت بتاع البيبال يكون مفعل ويقدر يستقبل فلوس ويبعت فلوس. وعشان تفعلوا بقى البطاقه لازم يكون في الاكونت بتاعكم في البنك يورو ونص، بس مش يورو يعني بالجنيهات عادي، والفكره ان هو بيرجعهم لكم تاني في الاكونت بتاع البنك، فما تخافوش يعني هو مش هياخدهم منكم. وبياخد بقى الموضوع من 5 ل7 ايام، وهتلاقوا بيبال بعت لكم رساله ان الاكونت بتاع بيبال اتفعل له، بس يعني كده الحوار برده مش صعب وحاجه عاديه. بس يعني ده اخر الفيديو، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وشاركوا الفيديو ده مع صحابكم اللي هم بيقعدوا يقول لكم هنجيب شغل اونلاين وهنشتغل في الاجازه كل سنه، شاركوا الفيديو مع الشخص ده. انا هنزل لكم هناك يعني في الانستا الابديت اللي بتحصل او كده، وبرده تابعوني على التيك توك، انتوا اصلا ممكن تكونوا جايين من التيك توك، فلو انتوا جايين من التيك توك قولوا في الكومنتات. بس يعني تشتركوا في القناه بقى. بس سلام.